سؤال يعني نقفز إليه، عند بنت بربي وابن لا يؤذيني لكنه لا يصلي مع جميع المحاولات التي حاولتها معه، ولا يزرني إلا مرة في الأسبوع، أريد أن أكتب بيتي باسم بنتي وأنا الآن على قيد الحياة، هل هذا يجوز؟ هل ابني يحرم من الميراث لعدم الصلاة؟ العقوق والفسوق ليس من موانع الإرث، موانع الإرث هي القتل واختلاف الدين، وقد كان منها الرق فيما مضى ولم يعد له وجود في واقعنا المعاصر. والظاهر الذي عليه الجمهور أن ترك الصلاة بغير جحود فسوق وليس ردة، فلا يصلح وحده مانعا من الميراث. وخير لك يا رعاك الله أن تبقي الباب مواربا بينك وبين ولدك، وأن تتعاده بالنصيحة بين الفينة والفينة، لعل الله أن يشرح صدره للتوبة بدلا من أن تقطعه وأن تسلمه للشياطين بالكلية. إن استحياء النفوس بالتوبة أحب إلى الله من دفعها إلى المكابرة والمعاندة بالهجر والقطيعة، أحب إلى الله من دفعها بالهجر والقطيعة إلى المكابرة والمعاندة، لا سيما الولد فلزة الكبد، ولا سيما في أزمان الفتن وغربة الدين. والله لن يطيب نفسك أن يكون ولدك وقودا للنار يوم القيامة. ومن يدعون على أولادهم في الدنيا أول من يتجرعون غصص هذه الدعوات وتجرعون مراراتها وألامها وفواجعها هم إذا استجاب الله لهم. فأصدق اللجأ إلى الله سبحانه بالضراعة والدعاء، وسأله أن يرده إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين.